السلام عليكم. اليوم هذا الجو البرد هاي الايام وصلتنا هاي المناسبه، ما قدرنا نتحمل نخليها نعطلها يوم يومين. قالوا الشغله تعبانه والوضعيه عائله كلش تعبانه لازم توصلنا. وصلنا اليوم انا وولد الشباب ويانا صفا ويانا ويانا السيد، جبنا لهم غراض مواد غذائيه شوي يعني قدرنا نساعدهم فيها وجينا نصور البيت. وراح ننزله وتشوفونه وان شاء الله راح تشاركونا وتفاعلون وياه حتى نقدر نساعدكم. هذا البيت ساكنين به، عائله ساكنه به، الاب والام عندهم 7 اطفال. وهاي وضعيتهم، الرجال ما عنده راتب. عايش على هنا عند العالم عايش بالقاع هاي، يعطونه يعني قوت يوم مثل ما يسمونه. عنده بانيلا غرفه بلوك، حصلنا له البارحه طابوقات، ان شاء الله نحصل له شيء مانا، بس هم ناس يراد لهم مصرف يعني، يراد لهم مثلا اثاث، يراد لهم غراف، يراد لهم هاي امور عندهم. وهذا البيت شوفه. البيت هذا شوفه ذل هو للشمال، شوف الشمال هذا والبرد، شوف هذا البرد اللي موجود، ما عندهم سيارات. هذا مطبخهم. ذن الصحيات صفات اللحم. شوف صحياتهم شلون الشمال اللي هو البارد. هاي مفتوحة شلون من فوق. سيارات خارج ما عندهم. هو عندهم هاي الغرفة ساكنين فيها. هذا الشباك وهاي الغرفة. غرفة أصلا ما ملبوخة. يعني هو هذا يطب لنا هو يطلع قبل منه. والمطبخ هذا باب ماطي وهاي هنا بعد هاي والله هاي هسه ولد غراضك وجابوها لهم هاي سقف صفا شوفوا هاي وضعيتهم حتى طباخ ماكو همه ان شاء الله لو تحصل لهم طباخ هاي اللي هو الشمال منا وهذا وضعيتهم هاي صفا شوفوا والبيت مفتوح مفتوح من الجهتين ماكو سياج اي واحد يقدر يساعدهم ماديا يساعدهم بغراض يساعدهم بطاطين طباخ يراد لنا لهم معين اسميت رمول بلوك تقدر تساعدهم احنا خير وبركه يوصل ان شاء الله وتشيل مناط نسال الله يوفقكم وتشوفون الحالات اللي قاعد نشوفها يومي ويوفق الولد اللي بيشتغلون ويانا ويتعبون ويانا والله الناس كلها ما قصرت شو نسوي الحالات هوايه بس احنا بقدر الامكان نساعد والله كريم.